أعلن الأمن العام القبض على عدد من المواطنين والمقيمين في مخالفات متعددة في مختلف مناطق المملكة. في قبضة رجال الأمن، اثنان من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية قام بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت بترصدهما عملاء البنوك من كبار السن ومشاغلة ضحاياهما أثناء إجراء عمليات السحب النقدي والدعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم ببطاقات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية، مما مكنهما من إجراء سحوبات نقدية وتنفيذ عمليات شرائية بمنافذ بيع المجوهرات والأجهزة الذكية. تم القبض. مواطن يقوم بانتحال صفة موظف حكومي والاحتيال على بعض العاملين بالمحلات التجارية والحصول على مبالغ مالية مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات. تم القبض. ثلاثة مواطنين يقومون بسرقة المركبات المتوقفة وذلك عبر كسر نوافذها وسرقة محتوياتها ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام مركبات مسروقة أثناء تنفيذ جرائمهم. تم القبض. أربعة مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية تورطوا بسرقة 11 مولدا كهربائية بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بها، تقدر قيمة المسروقات بحوالي 1,100,000 ريال. تم القبض. مقيمان من الجنسية السورية مخالفان لنظام العمل والإقامة امتهن ترويج العملة المزيفة من مقر سكنهما، ضبط بحوزتهما 95,000 دولار مزيفة. تم القبض. مواطن مالك مؤسسة تجارية يحتال على ضحايا عبر إعلان إحدى الحسابات بمنصة سناب شات عن بيع أجهزة جوال بأسعار منافسة وتلقيه حوالات بنكية تجاوزت 4 ملايين عبر المتجر الإلكتروني دون الالتزام بتسليم المشتريات. تم القبض.